هو ليه طول الوقت بالمناسبة عندما نتحدث عن الحب فنحن نتحدث الحب عبر مثلا آلهة الإغريق اليونانيين القدامى أو آلهة الرومان الإيطاليين القدامى؟ الله، هو مفيش حد بيتكلم على آلهة الحب عند المصريين القدماء بتاعتنا. يعني دكتور علي أبو تشيش خبير الآثار المصرية وعضو اتحاد الأثريين هيقول لنا. إزاي حضرتك يا دكتور؟ ازاي حضرتك يا استاذ يوسف، وكل سنه وحضرتك بخير والمشاهدين الكرام. حضرتك بالصحه والسلامه. انا شايف قدامي صور ولوحات وجداريات تعبر عن الحب في مصر القديمه. يعني هستاذنك واسمح لي بايجاز تشرح لنا ايه الحب في مصر القديمه، آلهة الحب في مصر القديمه. طبعا هو المصريين القدماء اول شعوب العالم عبروا على الحب، ولعل حضرتك زرت الاثار المصريه كلها وشفت ان المصريين القدماء اول من سجلوا الاثار بتاعتهم واستخدموا كلمه مر يعني يحب. المصري القديم كان بطبعه عنده الحب ده، يعني الاهرامات والحضاره المصريه القديمه والمعابد قامت عن طريق الحب، حب الشعب للملك بتاعهم. اما المصريين يبنوا الهرم هو ده المشروع القومي فيبقى اله. كان عندنا الهه للحب زي الالهه حتكور، ودي كانت ربه الحنان وربه الجمال، والمعبد الجميل بتاعها في دندرة. عندنا أعظم مقيلة في الحب الملك رمسيس الثاني قال للملكة نفرتاري، عمل لها المعبد اللي جنب معبد أبو سمبل، وكتب جملة جميلة جدا اللي هي إلى الملكة نفرتاري التي تشرق الشمس من أجلها. فعندنا نماذج متفردة جدا في مصر القديمة. عندنا الملك إخناتون وزوجته نفرتيتي، عندنا الملك منحتب الثالث والملكة تي في المتحف المصري التمثالين الكبار، عندنا الملك من كورع وزوجته، عندنا اعظم قصه حب برضه كانت الملك توت عنخ امون. فالحب كان متفرد جدا. عندنا قصص حب كتير زي ايزيس وأوزوريس، القصه الاسطوريه اما ايزيس عشقت زوجها وجمعت اشلائه وبكت فكان دموعها نهر النيل. عندنا نماذج كتيرة جدا جدا جدا. عندنا برضيات بتقول ولعل أجمل الأشياء بيت شعر، لو وقت حضرتك يسمح أقوله لك حضرتك سريعا كده. بيقول حبيبتي ليس لها ثاني، هي أجمل الجميع، تشبه نجمة الصباح عند شروقها مع مطلع عام جديد، ساحرة هي نظرات عينيها، رقيقة هي كلمات شفتيها، نبيلة هي في مظهرها عندما تسير على الأرض، انها تأثر قلبي بجمالها. شوف حضرتك المصريين القدماء واجدادنا كانوا بيكتبوا ايه في التغزل في الحب. فالحب ما كانش عندهم بس موضوع عاطفي، الحب كان عندهم رائع في كل حيز. طبعا يا فندم، يعني حقيقي حضارة بالمعنى الحرفي والكامل للكلمة، مش حضارة البناء والتشييد والعلم فقط، لكن التحضر الإنساني والنضج العاطفي. انت حبيبتي التي تشرق الشمس من اجلها.